السلام عليكم، معكم القناه ديال اجونس عربي للعقار في مدينه الناظور. كنتمنى ان شاء الله انتم كتشوفوا هذه الفيديو هذا تكونوا في افضل حال. العرض ديال اليوم جبناه لكم من حي المطار الناظور الجديد قريب شويه على مسجد محمد السادس. جبنا لك مولاي واحد العرض ديال واحد الشقه ممتازه بالاتات ديالها بكل شيء والثمن جد مناسب. غادي تعرفوا علاش دابا قلنا الثمن مناسب. بغيتي تعرف لي ديتاي كاملين بطبيعه الحال كما العاده تبع هذا الفيديو هذا حتى الاخر. اول حاجه الشقه راه كاين فيها ثلاثه البيوت، صالون، جوج الحمامات وكوزينه، كاينه في 4 ايطاج، كاين تما لاسانسور. المساحه 73 متر كاري، كاينه في التيتر، يعني المساحه الصافيه اللي في التيتر. المساحه اللي في بلون داشيتيكت راه كتكون اكثر، كتكون زايده واحد 12 متر كاري، يعني يقدر يكون فيها حتى 85. مي في التيتر كاين فيها 73 متر كاري. كيحيدوا لي بالكون، كيحيدوا حيت راه فيها بالكون، كيحيدوا الحيوط، كلشي. كما قلنا الشقه فيها ثلاثه البيوت، يعني مفرشين بكلشي ديالهم بلا كليم ديالهم. راه فيها اربعه ديال الكليماتيزور في لابارتومون، ثلاثه في البيوت حيت كاين ثلاثه البيوت، وحده في الصالون. الصالون هذا هو كما كتشوفوا جاي في الوسط بالاتات ديالو، بالتلفازه ديالو، بكلشي. كوزينه ايكيبي فيها كاع ليكتروميناجي اللي كاينين. الحمام هذا اللي جاي في الوسط ديال لابارتومون، بلوس كاين واحد الحمام جاي في شومبر كوشي، شومبر بارونتال، كاين فيها واحد الحمام لداخل عاوتاني. حمامات عصريه، الفينيسيون ديال الشقه ممتازه بزاف، الشقه مشمشه مهويه. هنا المطبخ حتى هو مطبخ عصري ايكيبي بكلشي ديالو كما قلنا. ولومبلاسمون راه واحد لومبلاسمون مزيان بزاف في حي المطار الناظور الجديد، قريب على كلشي، بلاصه كالم للسكنه للعائله كما قلنا، بالاتات، بالكليماتيزورات اللي فيها ربعه، بالكوزينه، بكل شيء. تقريبا الثمن اللي غنعطيكم، ماشي تقريبا، الثمن اللي غنعطيكم دابا الا مشيتي تشري به دابا بهذا الثمن، الا بغيتي تشري هذا البارتمان تشريها خاويه، تشريها بكثر من هذا الثمن اللي غنعطيوها لك حنايا، غتشريها بها مفرشه بالاتات ديالها بكل شيء، يعني ديك الاتات بحال اللي كيمشي كادو. باش تعرفوا الثمن وكل شيء تبعوا معنا هذا الفيديو هذا حتى الاخير، ما تفلت حتى شي حاجه، لانه هذا العرض هذا غادي يعجبك بزاف، خصوصا الا كنتي كتقلب تشري شي ابارتومون موبلي مفرشه بكلشي. ما تضربش تماره، ما تقلب لا على فراش لا والو، تجيب غير الحويجات ديالك وتدخل تسكن من غدا مولاي. نعاود نذكروا انه هذا لابارتومون جاي في حي المطار ناظور الجديد، 73 متر كاري في التيتر في التحفيظ، هي راه فيها اكثر في البلون، ثلاثه البيوت، الصالون، جوج الحمامات، كوزينه، كتمشي هكا مفرشه، كاع ليكيبمون ديالها كاينين فيها. كاين تما لاسانسور في العمارة، جاية قريبة شوية على مسجد محمد السادس، يعني واحد الموقع مخير بزاف، والثمن جد مناسب. حتى الناس اللي عندهم شي عقار هما بغاو يبيعوه ولا يتصلوا بينا على الرقم ديالنا. إذا مشينا نهارين يوم ديال العرض، نجي لابارتومون يتمن زندي حي المطار الناظور الجديد. ابارتومون ثلاثة البيوت، اثنين الحمامات، صالون، الكوزينة، سجن، الثمن مناسب. ما يمي الثمن مناسب تفاكي دي فيديو يا باش تسند ميمي. اول حاجه لابارتمون تسد للناظور الجديد حي المطار، سنم باش تسنم حي المطار، كيجيو مشاني الصباح كالم الطاس السكنه العائله. ثاني حاجه تسد شويه مسجد محمد السادس، مساحه النس دي التحفيظ دي التيتر 73 متر، ولكن بدات ريجن 10 ار 12 متر من الزياده دي بلون داركتيكت، يعني بودا دي سيري ار 85 متر دي البلون، بوركي 73 وزعما دي سوفو 3 بيوت، بوركي التحفيظ تكسن بالكوني، تكسن الحيوط، تكسن كلشي، تجاني لا المساحه يخوان غدا خر. ما مشينا 73 متر، دوز دي 4 ايطاج، ديني لاسانسور، دايس بالكون، ثلاثة البيوت، السون مارة دايس كليماتيزور نسن، صالون تيسو دايس كليماتيزور نسن، يعني دايس ربعة كليماتيزور، كوزينة عاود كومبليس الحوايج نسن مارة. صراحة الثمن غنقنطع، بودا مرات روح تسغد بارت ماي موس 73 متر تسغدها موس خوا، اشتان الثمن اش غاكوش غير خوني قطع عاد شويت، نظرا للاثمنة يديني رخو دي حي المطار، نشي الثمن اش غانوش اتكسي بارت ماي مجهزة كلشي، او دار ظنش ثلاث تسغد. كتاريا اني غيتجي حنجانة متحتاجة ثلاثة البيوت، تظل الفرصة ويسنجا مشى الفرصة هي. فاكي دي فيديو باش تسرد الثمن تكسر المعلومات مره. نتمنى ان شاء الله حتى في العروض اذا مدنتاوي رخو
تنال الاعجاب نوم بوركي قنتو يوم تشن العروض سبحان الله تصل اذا النظر النهار بالنسبه للشقه اذا النظر قيج ابارتمون معتبر هذا الهمزه سعد نوني وما غتشتاب ثاني تتعاود كذلك ومثال. اذا كما قلنا نذكروا شويه بالمعلومات انه الشقه فيها 73 متر كاري حي المطار الناظور الجديد قريب على مسجد محمد السادس قريب عليه كل شيء جاي في الكاتخيام ايطاج كاين تما لاسانسور فيها ثلاثه البيوت صالون حمامات جوج وكوزينه 3 شومبر صالون كوزين اي دو سال دو بان كتباع بالكل شيء ديالها بالحوايج ديالها كاملين بالنسبه للثمن ديال البيع 80 مليون سنتيم فيها واحد شويه ديال المفاوضه 80 مليون سنتيم فقط شقه ديال ثلاثه ديال البيوت والصالون جوج الحمامات والكوزينه حدا مسجد محمد السادس تقريبا ومفرشه بالاتات بكل شيء 80 مليون فقط فيها عند شويه ديال المفاوضه الناس اللي عندهم الغرض. كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم اللي عنده الغرض يتصل بنا على الرقم ديالنا شكرا موصول لكم فين ما كنتوا داخل او لا خارج ارض الوطن كنشكركم على المتابعه ديالكم الدائمه وكنتمنوا ان شاء الله نتلاقاكم في فيديو جديد مع عرض جديد ومن هنا حتى تما كنقول لكم كما العاده نشوفكم على خير وبخير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.